سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في أولى مباريات الدور نصف النهائي. المباراة التي تجمع ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الأوزبكي، المنتخب السعودي الذي نتمنى له التوفيق والوصول إلى المباراة النهائية والوصول إلى أولمبياد طوكيو في هذا العام عام 2020 للمرة الثالثة في تاريخ السعودية، المرة الثانية على مستوى تاريخ المنتخبات الأولمبية، باعتبار أن المنتخبات الأولمبية من خلال طبعا المشاركة الأولى من عام 1992 لفئة المنتخبات تحت 23 سنة. طبعا السعودية كانت حاضرة في أتلانتا في عام 1996، والمنتخب السعودي الأول كان قد مثل السعودية في أولمبياد لوس أنجلوس في عام 1984، وبالتالي هي أمنيات الوصول الثالث في تاريخ السعودية للأولمبياد على صعيد لعبة كرة القدم، الثاني على صعيد المنتخبات الأولمبية. مباراة إذن ستنطلق بعد لحظات، والأحبة الكرام، المنتخب السعودي الذي أقصى أصحاب الدار، أقصى أصحاب حلف الحظوة أن يصل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2014 هناك في عمان. تمرر بعد ذلك إلى عبد الرحمن غريب، مرور بصورة ممتازة من عبد الرحمن غريب، مر الكرة، يا سلام بالكعب ممتازة من سامي، وصلت في الطرف قنيف، عند الكرة من الجانب الأيسر منقولة لأويبك بوزروف، تمريرة حاضرة خطيرة، الكرة حذاري حذاري اليامي حذاري في وسط الملعب يبحث عن مساندة، هنا لدينا تمريرة، علي الحسن يلعب لك كرة بصورة ممتازة، ممتازة من سامي لعبد الله الحمدان، الحمدان هي الحمدان لكن ضاع، المنتخب الأوزبكي هنا لدينا تمريرة لكن ممتاز، ممتاز أنت رائع، أنت رائع يا سعود، لكن حارس المرمى اليامي الشبويف، لكن الكرة قطعت، ممتاز علي الحسن، الله الله على مرور بصورة مثالية من علي الحسن، علي ما زال يواصل تقدمه، وصلت إلى عبد الرحمن غريب، عند الكرة غريب يحاول، عبد الرحمن يسدد الكرة التي كان نسخة أو التي كانت نسخته الأولى هناك في سلطنة عمان، كرة أوزبكية، بعد ذلك عرضية لن تأتي، كرة مرت بسلام، وصل الحمدان يحاول، عبد الله يمر إلى سامي النجعي، إلى عبد الرحمن غريب، غريب عبد الرحمن غريب مر، عبد الرحمن للحمدان لكن، وبالتالي على لاعب الأخضر استغلال يهف واستغلال مساحة، هنا تسديدة فليمان، بعد ذلك تصل هذه الكرة في اليمين، عرضية ترسل عالية خطيرة الكرة، حارس المرمى ممتاز محمد تانية شربية في هذه الأثناء طويلة من الطرف الأيسر أوزبكية، لا وجود خطأ، بينما الكرة ما زالت قائمة، حذاري من هذه الكرة الأوزبكية، مرت بسلام إلى خالد من الطرف الأيسر، خالد عند الكرة يرسلها عالية باتجاه عبد الله الحمدان، الحمدان الحمدان والكنترول والاستلام، لكن الكرة طالت، هذا هو اللاعب ياخا شيبويف، بينما كذلك حضور ومساندة على اللاعب الأوزبكي، بالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب السعودي في هذه الأثناء. سعد الشهري عن طريق عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن غريب، والتسديدة بعيدة، واحد السعودية في وسط الملعب، يا سلام يا سلام يا مختار، على مرور بصورة كانت مثالية للغاية، مختار علي يقود هجمة، لدينا هنا تمريرة لكن حاول خالد يتقدم من الطرف الأيسر أمامه لاعبين، بينما الكرة إلى عبد الرحمن غريب، يرسل الكرة إلى أيمن، أيمن في الانتظار من الطرف الأيمن، أيمن في اليمين يبحث عن مرور، أيمن يتقدم يحاول، أيمن الخليف بعد ذلك إلى سعود عبد الحميد، عرضية ترسل لكنها في الأخير تنفيذ الركنية، سامي يرسل كرة عالية، والرأسية تأتي من الدفاع الأوزبكي، كرة ما زالت مختار سعودي، ترسل كرة ساقطة مميزة من حسان تبكتي الحمدان، عبد الله الحمدان، عبد الله الحمدان يبحث عن سمير الحمدان، عند الكرة يواصل، بينما هنا التمريرة يمرر كرة إلى سامي، أيمن أيمن يحاول، ممتازة الله جميل، الكرة إلى سامي النجعي، النجعي ولكن الدفاع على تنفيذ، يرسل كرة عالية، والرأسية من حسان تنبكتي، يرسل عند الكرة في الجانب الأيمن، لدينا تمريرة وصلت من جديد، منقولة هذه الكرة إلى سامي النجعي، يحاول النجعي يريد أن يمر لكن هذا المرور لم يكتمل، ما زال مستمر، كرة للمنتخب الأوزبكي، محاولة مرور التقدم في اليمين ومن ثم مرور آخر وسقوط هنا، والكرة إلى خارج، سامي قطع الكرة فور دخوله، بينما انطلاقة الحمدان، عبد الله هناك في اليسار مطلوب الكرة خطيرة، عبد الرحمن غريب يا غريب، غريبة من غريب، غريبة من غريب، كان بالإمكان أن يسجل عبد الرحمن لمصلحة المنتخب الأوزبكي، عرضية عالية خطيرة خطيرة خطيرة، وحارس المرمى ممتاز ممتاز أنت اليامي ممتاز، إن مررتم على حسان وإن عبرتم
من أمام عبد الباسط أنا موجود فتصدى اليامي ما قبلها بليقة. حسان تبكتي يرسل كرة باتجاه الحمدان حارس المرمى عبد الواحد نعمة توف غادر مر. هنا تمريرة في الطرف الأيمن بعد ذلك المحاولة من اليمين كرة أوزبكية خطيرة حذاري 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 من هذه الكرة حارس المرمى قبل السعودي علي الحسن كرة تصل في وسط الميدان مختار علي يقطع هذه الكرة إلى قناة تأتي سامي إلى عبد الله الحمدان جول الحمدان وهالكرة عادت الخلف أيمن لكن الكرة بتعود من جديد وصلت مرة أخرى السعودية للسعودي من دون أدنى شك. هنا لدينا تمريرة عبد الله الحمدان عند الكرة إلى سامي بعد ذلك حسين العيسى منقول هذه الكرة الحمدان عبد الله إلى عبد الرحمن غريب عبد الرحمن والكرة العالية إلى سامي لكن حارس الركلة الركنية تنفذ والرأسية الآن تأتي ولكن الكرة بتعود مرة أخرى منقولة كرة وصلت هذه الكرة عن طريق عبد الرحمن غريب لعبد الله الحمدان إلى حسين في الطرف الأيمن ممتاز الكرة السعودية عرضية لكنها في الأخير مقطوعة عادت الكرة من جديد والتصويبة تسجل السعودية تتقدم السعودية تصل إلى شباك عبد الواحد نعمة توف الهدف الأول يأتي في هذه اللحظات في الوقت القاتل حلقت الصقور عاليا هنا في سماء رجا مقالة وتمكن الأخضر من إحراز الهدف الأول.